السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا اخواني زي ما شفتوا في اللعبة السابقة اللي شرحنا فيها طريقة لعب لعبة السيارات عن طريق كاميرا الموبايل، اليوم ان شاء الله راح افرجيكم كمان طريقة لعب العاب الاكشن كمان عن طريق كاميرا الموبايل ولعبة 3D كاملة زي ما انتم شايفين. طيب اخواننا رجعنا لكم ونبدأ معكم في الشرح والطريقة، وزي ما حكينا اول الفيديو علشان تقدر تلعب لعبة الاكشن للعبة القنص عن طريق كاميرا الموبايل وكمان هي لعبة 3D، فكل اللي بدنا اياه هون نفس الفيديو السابق اللي هو عبارة عن ورقة خاصة في اللعبة زي ما انتم شايفين. هذه الورقة زي ما حكينا الدور الماضي بامكانك انك تطبعها على برينتر او اذا عندك مثلا تاب او موبايل ثاني بامكانك تحط هذه الصورة على الموبايل وتستخدمها بدل الورقة اللي انتم شايفينها. وشغلة ثانية كمان انا راح اضيف لكم رابط تحميل لهذه الصورة في موقعنا والرابط راح تلاقيه موجود معك في الوصف الخاص بالفيديو، بتدخل وبتحمل هذه الصورة عندك على الموبايل وبتطبعها او زي ما حكينا بتضيفها على موبايل ثاني او على تاب او حتى ممكن تستخدمها على شاشة الكمبيوتر. طبعا شغلة ثانية كمان بدنا اياها اللي هو اللعبة الخاصة في هذه الصورة اللي هو اسمها تيبل زومبي، وكمان راح اضيف لكم رابطها في الوصف الخاص بالفيديو داخل الموقع. طبعا بعد ما تشغل اللعبة مباشرة راح تظهر لك اللعبة زي ما احنا شايفين، وبعد هيك راح نضغط على خيار بلاي، راح تجينا هذه الشاشة نختار اول صورة على اليسار، مباشرة راح يفتح لنا الكاميرا ويطلب منا الصورة اللي احنا طبعناها على الورقة او زي ما حكينا ممكن تكون على الموبايل، بتضيفها امام الكاميرا وراح يطلع لك المجسم الخاص في اللعبة، بامكانك تلف انت بالذات الموبايل اللي معك حوالين الصورة راح تشوف انه عبارة عن لعبة 3D، بامكانك تتحكم في كل مداخل اللعبة وتبلش تلعب فيها زي ما انت شايف. خلينا اترككم مع مثال، وقبل ما ننهي اذا عجبكم الفيديو ما تنسونا من اللايك والاشتراك. نشوفكم ان شاء الله بشرح جديد في امان الله.